مر حكام المسلمين في الأندلس بثلاثة عهود مر حكام المسلمين بالأندلس بثلاثة عهود مر حكام المسلمين في الأندلس بثلاثة عهود مر حكام المسلمين في الأندلس بثلاثة عهود امتزج العرب والبربر بسكان الأندلس الأصليين، فتكون ذلك شعب يميل إلى البساطة وحب التعلم. امتزج العرب والبربر بسكان الأندلس الأصليين، فتكون من ذلك شعب يميل إلى البساطة وحب التعلم. ظهرت المشعات في العصر الأندلسي. ظهرت المشعات في العصر الأندلسي. انقسمت فنون الشعر الأندلسي إلى ثلاثة أقسام. انقسمت فنون الشعر الأندلسي إلى ثلاثة أقسام. توسع الأندلسيون في بعض الفنون الشعرية، وتفوقوا على شعراء المشرق في وصف الطبيعة. توسع الأندلسيون في بعض الفنون الشعرية وتفوقوا على شعراء المشرق في رثاء في وصف الطبيعة. ما الذي تفوقوا شعراء الأندلسيين على شعراء المشرق؟ هو في وصف الطبيعة. توسع الأندلسيون في بعض الفنون الشعرية وتفوقوا على شعراء المشرق بوصف الطبيعة. تفوقوا على شعراء المشرق بوصف الطبيعة. من فنون الشعر الأندلسي الموسعة الحنين إلى الوطن من فنون الشعر الأندلسي الموسعة. كلام منظوم على وزن مخصوص بقوافي معينة المشحات. هو المشحات. سميت المشحات بهذا الاسم تشبيها لها بوشاح المرأة. لقب ابن خفاجة بصنوبري الأندلس. لقب ابن خفاجة بصنوبري الأندلس. امتازت التراكيب في الشعر الأندلسي بالسلاسة والأحكام. لماذا أكثر الأندلسيون من نظم الشعر في البحور الخفيفة؟ لتناسبها مع حالة الترف والغناء. امتازت التراكيب في الشعر الأندلسي بالسلاسة والإحكام. لماذا أكثر الأندلسيون من نظم الشعر في البحور الخفيفة؟ لتناسبها مع حالة الترف والغناء. وللنسيم اعتلال في أصائله. كأنه رق لي فاعتل إشفاقا فاعتل إشفاقا كأنه رق لي فاعتل فراغ إشفاقا كأنه رق لي فاعتل فراغ إشفاقا كأنه رق لي فاعتل إشفاقا كأنه رق كأنه رق لي فاعتل إشفاقا ولي النسيم اعتلال في أصائله. المراد بكلمة الأصائل آخر النهار. والروض عن مائتي الفضي مبتسمي. في الشطر السابق صور ابن زيدون الروض بإنسان يبتسم.
صور ابن خلدون او ابن زيدون، الروض بإنسان يبتسم، الروض بإنسان يبتسم، الروض بإنسان يبتسم. يظهر من قصيدة وصف الزهراء لابن زيدون أنه يوازن بين حالتي النفسية ومنظر الطبيعة، حالتي النفسية ومنظر الطبيعة، حالتي النفسية ومنظر الطبيعة. وللنسيم اعتلال في أصائله كأنه رق لي فاعتل إشفاقا. في البيت السابق شبه ابن زيدون النسيم بإنسان يشفق عليه، إنسان يشفق عليه. ابن زيدون شبهها بتشبيهان، الروض بإنسان يبتسم والنسيم بإنسان يشفق عليه. اتق الله واتق الله وأحب مغرما يتلاشى نفسا، بيت واتق الله وأحيو مغرما يتلاشى نفسا في نفس. هذا البيت إحدى خصائص في هذا النص تجعله موشحا وليس قصيدة تقليدية، هو تعدد القوافي. تعدد القوافي تجعل نص واتق الله وأحيو مغرما تعدد القوافي، تعدد القوافي وليست قصيدة تقليدية. لقب لسان الدين ابن الخطيب بذل وزارتين، وهم وزارة السيف والقلم، وزارة السيف والقلم. لقب لسان الدين ابن الخطيب بذل وزارتين وهما وزارة السيف والقلم، وزارة السيف والقلم، وزارة السيف والقلم، وزارة السيف والقلم، وزارة السيف والقلم. حبس القلب عليكم كرما، أفترضون عفا حبس، أفترضون عفا حبس. الغرض من الاستفهام في البيت السابق التعطف. حبس القلب عليكم كرما، حبس القلب عليكم كرما، حبس القلب عليكم كرما، أفترضون أفترضون عفاء الحبس. الغرض من الاستفهام في البيت السابق التعطف، التعطف. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، فلا يغر بطيب العيش إنسانه. العاطفة المسيطرة في هذا على الشاعر في هذه القصيدة الحزن والأسى، الحزن والأسى، الحزن والأسى. هي الأمور كما شاهدتها دول من سر زمن ساءته أزمان، من سره زمن ساءته أزمان. من هي الأمور كما شاهدتها دول من سر زمن، من سر زمن، من سره زمن ساءته أزمان، من سره زمن ساءته أزمان، من سره زمن ساءته أزمان، ساءته أزمان، ساءته، ساءته أزمان. داها الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثهلان. المراد بكلمة دها فاجأ، المراد بكلمة دها فاجأ، المراد بكلمة دها فاجأ، المراد بكلمة دها فاجأ، دها فاجأ.